السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة كيحبوها الصغار والكبار، ميلفوي على شكل طارت بحال اللي كتتباع في المخابز. غادي نحضرها لكم بطريقة مبسطة جدا، يمكن لكم تزعموا عليها. بالنسبة للبنات المبتدئات كتجي غاية في الروعة وبنينة بزاف، وكتجي مقرمشة ومغرقة كذلك بكريمة لذيذة. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. نبداو على بركة الله بتحضير العجين. غادي نحتاجو نص كيلو ديال الدقيق او 500 غرام، كنزيدو معلقة كبيرة ديال السكر، وكنزيدو تقريبا نص كاس ديال الزيت نباتية، اقل بشوية من نص كاس، وغادي نزيدو واحد المعلقة صغيرة ديال الملح. صافي، هادو هما المكونات فقط اللي غادي نحتاجو في العجين، بالاضافة للماء بارد باش غادي نجمعوه. القياس ديال الماء عندنا 200 غرام ديال الماء يكون بارد، كيف ما قلت ما يكونش دافي. غادي نجمعوا العجينه ديال الميلفاي اللي كتكون قاسحه شويه كيف ما كتشوفوا. كنزيد مع ذلك، مع انني عابره يعني الماء، كنزيدو غير بشويه بشويه وانا كنجمع. واخا تبان لكم العجينه في الاول ناشفه، تقدر من بعد يعني يجيكم مرطبه بزاف، خصها تكون شويه قاسحه بحال هذا الشكل. هذا كنجمعها بلا ما ندلكها بلا ما والو، نتاكد ان المكونات مساجمين مع بعضياتهم. مباشره كنقسمها على ثلاثه، فانا ما غاديش نديرو عجينه مغرقه تقليديه بطريقه تقليديه، غادي نقسموها على ثلاثه باش غادي نديرو او نورقو كل طبقه بوحدها. غادي تشوفوا يعني الطريقه سهله بزاف. غير كنقسموا العجينه ديالنا كنشكلوها ككويرات، نمسوهم واحد شويه، نغلفوهم بلاستيك غذائي، وغادي نخليوهم يرتاحوا واحد المده ديال ساعه تقريبا، عاد نبداو نورقوا فيهم. من بعد ما ارتاحت ليا العجينه غادي نبداو كنورقوا. نستعملوا دائما واحد شويه ديال الدقيق نرشوا سطح العمل، وكناخذوا الدلاك باش غادي نبداو نطلقوا كل عجينه بوحدها بحال هكا على شكل ديال مستطيل. هنا كنجيب الزبده، عندي 250 غرام ديال الزبده، تكون خاصه بالتوريق، تقدروا كذلك تخدموا بالزبده الحيوانيه، غير هي صعيبه شويه دابا مع الحال سخون، غادي تجيكم صعيبه في الخدمه. فانا خديت المارغرين ورطبتها شويه، ماشي كندوبوها يعني كنستعملوها كبوماد. غادي نديرو او غادي نقسموها على ثلاثه، غادي ناخذ يعني اول قسم ندهنوا به هنا اول قطعه ديال العجين كيف ما كتشوفوا، نحاول انني ندهنها بشكل متساوي وكنطويها بهذه الطريقه اللي كتشوفوا تماما. صافي، والعجينه ديالي مورقه بهذا الشكل. هنا غادي نخليوها ترتاح باش غادي نقدروا نستعملوها. غادي نكرر نفس العمليه مع العجينه اللي بقات، يعني عندنا ثلاثه ديال الطبقات او ثلاثه ديال القطع كنورقوهم بنفس الطريقه، والزبده كنقسموها عليهم بثلاثه. بعد ما كنسالي ضروري جدا نخلي العجينه ترتاح، فهذه يعني ملفاي سهله ولكن كتبغي الوقت ديال الراحه. فانا خليتها حتى الليل، عاد بديت كنورق فيها كيف ما كتشوفوا، يعني كتطلق بكل سهوله، ما كتبقاش كترجع وانا كنطلق فيها. غادي نحاولوا اننا نطلقوا العجينه ديالنا بحال هذه الطريقه، ما ديروهاش رقيقه بزاف عاوتاني باش تجيكم هي هذيك، يعني تجيكم طارت عاليه شويه، ما تجيش رقيقه وتجي قاسحه. الا درتوها رقيقه بزاف يعني ما تجيش مورقه. كنبيكيها مزيان ومن بعد كنقطعها بشي اطار على هاد الطريقه هذه، نحاول انني ما نبقاش ندي ونجيب فيها باش ما يعوجوش ليا. وصافي كنحيد دوك الزوائد، ما كنعجنهمش دائما غير كنجمعهم. وهذا هو السمك ديال الدائره ديالي ديال العجين ديال هاد الطارت ميلفاي. كنوضعها في اللاطة ديال الفران وكنتابع بنفس الطريقة، يعني كل قطعة كنورقوها بوحدها حتى كنحصلوا على دائرة اللي كنوضعوها في اللاطة. بالنسبة لي انا هنا غادي نخليهم ليلة كاملة، عاد غادي ندخلهم للفران، غير كنغطيو عليهم مزيان ما تخافوا والو. طبعا الا استعملتوا الزبدة ديال المارغرين وكان الجو بارد، فإلا كان الجو سخون من الاحسن انهم يدخلوا الثلاجة، وماشي ضروري انكم تبيتوهم، تقدروا غير ساعة تدخلوهم او يعني تريحوهم غير ساعة وتدخلوهم الفران يطيبوا.
بالنسبة للطياب، شحال ما كان طياب على نار مهيلة وكياخد وقت، شحال ما جاوكم زوينين مقربشين وطيبين مزيان من الداخل، فعطيهم الخاطر في الطياب من بعد ما كتغطيهم بواحد الورق ديال الطهي، وكنوضعوا فوق منهم شي لاطه ما تكونش ثقيله بزاف باش ما يجيوناش عاوتاني يعني لاصقين، ضروري باش كيتنفخوا واحد شويه، وكنديروا عليهم ديك اللاطه باش ما يتنفخوش بزاف ويعوجوا. ودينا من بعد واحد الطارت اللي ما مفينيلش في الشكل ديالها، فانا كيف ما قلت غادي نخليهم ليله كامله يرتاحوا، نغطي عليهم من بعد بالورق اللاطه وكندخلهم للفران. انا غادي نستعمل الفران ديال الغاز، غادي ندير واحد النار مهيله ونخليهم يطيبوا على خاطر خاطرهم ما بين، يعني كنبقى كنقلبهم مره مره كنشوف واش يعني كندورهم باش كيتحمروا لي من جميع الجوانب. بالنسبه الى استعملتوا الفران ديال الضوء تقدروا ديروا 160 درجه على حسب الفران ديالكم، الا كان كيخطف الحاجه 160 درجه كافيه باش يطيبوا على خاطرهم يجيونا محمرين مزيان بحال هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. غادي نوريكم من الجنب كيف كيجيو، يعني كيجيو مورقين ومزوينين ومقرمشين وفي نفس الوقت هشاشه. ندوزو الان طريقه ديال الكريمه. وجدت كريم باتيسير من قبل، السيدات كاملين راهم كيعرفوا طريقه ديال كريم باتيسير تكون شويه متماسكه. غادي نخلي لكم المقادير اللي استعملت فيها في صندوق الوصف. غادي نحتاج كذلك نص علبه ديال بودره الكريم شونتيي. صافي غادي ناخذ الكريم باتيسير اللي تكون بارده تماما كيف ما كتلاحظوا، يعني شويه جامده، غادي نطربها واحد شويه حتى كترجع كترطاب عادي. ساعه كنزيد عليها نص العلبه ديال بودره الكريم شونتيي. بالنسبه للكريم شونتيي ماشي ضروري ديروها، تقدروا ديروا غير الكريم باتيسير بوحدها كتجي زوينه. هنا غير الكريم شونتيي كتزيد كتعطيها واحد القوام كريمي واحد المذاق اضافي، فكتجي بحال لا كريم ديبلومات. غادي نطربها مزيان كيف ما قلت، وغادي نزيد عليها ديك النص علبه ديال بودره الكريم شونتيي. وكيف ما قلت كريم باتيسير اللي استعملتوا الوصفه ديالكم خصها تكون شويه ثقيله ما تكونش خفيفه. صافي كنطرب مزيان حتى كطلع ليا لا كريم وكتوجد، وصافي كنبداو في المونتاج ديال الحلوه ديالنا. كنجيب هنا الطبقات ديال العجين المورق اللي ما كتكونش مقاده كنديرها لتحت، فانا كيف ما كتشوفوا يعني راه كتجي مورقه. وكنبداو كنعمرو بالكريمه بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، يعني كنديرو او كنوزعوا الكريمه ديالنا. غادي ندير واحد شويه في الاسفل باش ما تبقاش كتهرب ليا، وصافي كنكمل بحال هكا. ديروا القياس ديال الكريمه اللي كتبغيو، اللي كتبغيوها عامره بزاف او كتبغيوها ناشفه فيها غير شويه، يعني ديروا القياس اللي بغيتوا. صافي كندير اخر طبقه اللي كتكون من الفوق، نحاول ناخذ يعني الطبقه اللي كتكون مقاده مزيان كنخليها للوجه باش هكا كتجيني الشكل ديال الطارت من بعد زوين. كنحاول انني نعمر دوك الفراغات اللي كيكونوا في الجناب بالكريمه اللي بقات ليا ونفيني الحلوه ديالي مزيان، وديك الساعه نقدر ندخلها للثلاجه تبرد مزيان. شحال ما خليتوها في الثلاجه شحال ما كان احسن عاد باش تزينوها باش كتشد مزيان ديك الكريمه، وفاش نجيو نقطعوها يعني كتجينا متماسكه. فانا غادي يعني نسالي لها كنفيني لها الكريمه، ومن بعد غادي ندخلها الثلاجه خليتها تقريبا واحد جوج سوايع، وعاد غادي نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نزينوها. بالنسبه للتزيين غادي ناخذ شوكولاته ابيض وغادي نزيد عليه الناباج. شوكولاته ابيض ذوبته ونزيد عليه الناباج ونخلط مزيان حتى كنحصل على الكلاصاج ديالي. بغيتو ديروا الكلاصاج ديال البيض ديال البيض مع السكر، غادي نخلي لكم الرابط ديال وصفه سبق ليا درتها من قبل. الكلاصاج ديال البيض ديال البيض كيجي اللون ديالو زوين وكيجي حتى هو كيجي مزيان. بالنسبه اللي ما كيبغيوش البيض ديال البيض، انا درت لكم هنايا يعني هذه الوصفه ديال الشوكولاط بيض مع الناباج حتى هي كتجي مزيانه في التزيين ديال الملفي. كنخلط مزيان وكنحصل على كلاصاج بحال هكا كيف ما كتشوفوا، وكنجيب الحلوه ديالي من بعد ما بردات كنفرغ عليها الكلاصاج، وبالزربه كنحاول انني نقادو او نوزعو بشكل متساوي فوق من الحلوه باش ما كيجمدش.
نفس الكلاصاج خديت منه شويه، درت له الكاكاو المر، خلطته وغادي ندير بها كخطوط بهذه الطريقه، ولا ممكن ديروه واحد الشكل حلزوني الا بغيتو. غادي ندير هكا خطوط، ومن بعد كنجيب موس ولا كوردون، نحاول انني نزين بالطريقه التقليديه ديال المينفاي. صافي ملي كينزل داك الزائد ديال الكلاصاج كنحاول انني ننظف الجوانب مزيان، ومن بعد كنجيب كاوكاو محمر ومهرمش، ولا ممكن نديرو كذلك اللوزي فيلي، كنلصقوه هكا مع الجناب ديال الطرت ديالنا، وصافي كتكون جاهزه. هنا قبل ما تقدموها من الاحسن ننصحكم انكم تخلوها للمجمد، دابا مع الحال سخون خليوها في المجمد تقريبا واحد نص ساعه، عاديك ساعه خرجوها وقطعوها، باش هكا كتجيكم متماسكه الكريمه ما تبقاش تخرج لكم وانتم كتقطعوا. كيف ما قلت بامكانكم دائما ديروا غير كريم باتيسير بلا استعمال ديال كريم شونتيي، كتجي مزيانه، غير ما تكونش خفيفه بزاف باش ملي تقطعوها ما تبقاش تخرج لكم. هذا هو الشكل ديالها من الداخل، مورقه ولذيذه بزاف، وكلشي غادي تعجبو انا متاكده، غير جربوها على حسابي. والطريقه كيف ما لاحظتوا سهله. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون تعجبكم، ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كمل حتى ديروا جيم، شاركوا بالقناه، وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يصلكم دائما جديد ديالي من الوصفات، وتخرجوا لي في التعليق ديالكم ارائكم ايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف للمتابعه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.